اعتماد عملة رقمية وطنية هو ما تسعى إليه الحكومة، خاصة مع التطورات التكنولوجية الحاصلة بالعالم. يأتي ذلك في إطار رقمنة المدفوعات تحت مسمى الدينار الرقمي الجزائري الذي سيشكل الدعم للشكل المادي للعملة النقدية. هذه الخطوة ستسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود. وتختلف العملة الرقمية أو النقود الرقمية عن المادية، تختلف في بعض الأحيان. لماذا؟ لأن هذه العملة الرقمية أو النقود الرقمية هي مثل الأوراق النقدية والعملات الأخرى التي تعرض خصائص مماثلة للعملات المادية، نفسها عندها نفس الخصائص، إلا أن العملة الرقمية هي تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود. معنى إذا دخلت الجزائر إلى منظمة بريكس، هنا المعاملات تصبح فورية، ما كاش أجال. الدينار الرقمي سيكون في الأساس نسخة إلكترونية من الأوراق النقدية والمعدنية، كما سيتم تخزينها بأمان مباشرة في البنك عبر شبكة الحاسوب. هي ماديا غير موجودة افتراضية، لكن قيمة تاعها بها شبكات على الحاسوب، ولا سيما يقولك شبكات الانترنت والمال الإلكتروني هو أيضا مطالبة على مصرف خاص أو مؤسسة مالية أخرى مثل الودائع المصرفية. وأقول لك يمكن أن تكون هذه الأموال الرقمية مركزية. اليوم إحنا راح نروح للعملة الرقمية مركزية تصدرها البنك المركزي. تحديات كبيرة يقوم بها الفاعلين على هذا القطاع من خلال رقمنة الخدمات وتقديمها بأساليب تكنولوجية حديثة للقضاء على الاقتصاد الموازي.